بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جهة دار البيضاء سطات، السيدة والسادة العمال، السيدات والسادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجماعات، جهوي تحضيري يأتي للتحضير يعني المناظرة الوطنية التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله يعني يومي 20-21 ذو جنبير من السنة الجارية بمدينة أكادير، واللي الهدف منه هو يعني عرض مختلف المحاور التي سيتم التطرق لها خلال المناظرة الوطنية، وجعل هذا اللقاء يعني التحضيري فرصة للمنتخبين على مستوى الجهة ممثلي مختلف يعني الجماعات الترابية على انهم يبداوا الملاحظات ديالهم حول يعني المواضيع التي سيتم التطرق لها، ابداء ملاحظات، رفع توصيات التي سنتكلف يعني في بلورتها في تقرير تركيبي سيرفع للجنه التنظيميه للمناظره من اجل اغناء البرنامج العلمي لمختلف الورشات التي ستنظم خلال المبادره ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.